الاختبار والبلاء. والله رتب للإنسان حياة أخرى بعد الموت، حياة أبدية سرمدية. الموت ليس نهاية الإنسان، وإنما مرحلة نهاية مرحلة الحياة الدنيا. يعني الموت لا يجعل الإنسان ينتهي، ولكن هو ينتهي بالنسبة للأحياء. يعني الحياة اللي احنا عايشينها دي الإنسان يخرج منها بالموت، لكن هو نفسه ما ينتهيش، هو مكمل لسه عنده مشوار تاني. بالنسبة لنا احنا هو انتهى. أي واحد، أبويا، عمي، ابني، خالي، أي حد يموت مننا فهو انتهى بالنسبة لنا احنا، لكن بالنسبة له هو ما انتهاش. الوظيفة بتاعته نعين غيره، انه مش هيرجع، فلوسه تتوزع خلاص مش هياخدها تاني، لكن هو مكمل بعد الموت، مكمل. ويبدأ الحياة الحقيقية، الحياة النهائية، حياة الآخرة. وربنا ربط هذه الحياة الدنيا بالاختبار والابتلاء لتحصيل أوامر ربنا في حياتنا وصفاتنا الشخصية التي يرضى بها عنا الله سبحانه وتعالى. كل الحياة إما بسط نعمة أو سلب نعمة، أو والعياذ بالله بسبب ضعفنا نقع في المعاصي بمخالفة أوامر ربنا. كل الأحوال كده إنسان مختبر بين الثلاثة دول، إما يبسط له نعمة أو يسحب منه، يسلب منه نعمة، أو يقوم بذنب بمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. فأي بسط نعمة ده ابتلاء. ربنا يدينا نعم، مش مثلا لان احنا نستحق كده، الغني مثلا هو يستحق يبقى غني زكي مثلا، والفقير لانه مثلا فيستحق الفقر، لا، ده الغنى ابتلاء والفقر ابتلاء، الصحه ابتلاء والمرض ابتلاء. ها، كل شيء في احوال تجرى علينا ابتلاء، اما بالزياده في النعم او بسلب النعم. بسط النعمه مطلوب مننا الرد عليه بالشكر بالحمد. لما تجيلي نعمة لازم أحمد ربنا عليها. الدين بتاعي فيها ما وأنا ماشي في الدنيا، وجالي زيادة في النعم، مرتب زاد، اتجوزت، خلفت، جبت عربية، خدت مكافأة، خدت علاوة، يعني في إضافة جات لي في النعم. إيه المطلوب مني؟ إيه الإجابة على السؤال ده؟ إن أنا أحمد ربنا على الحكاية دي، ان انا اشكر ربنا على الموضوع ده. والشكر ليه ثلاث اشكال. الشكل الاول وهو شكر القلب، ان انا لما تجيلي نعمة اشكر ربنا بقلبي. يعني ايه؟ يعني هذا القلب يستشعر ان هذه النعمة محض فضل من الله وانا ماليش دخل في وجودها. يعني هذا القلب ينفي اثبات فضل النعمة ليا شخصي، بذكائي، بشطارتي، لولا فهلوتي، لولا دراستي، لولا الدكتوراه اللي انا عاملها، ابدا انفي هذه النعمه محض فضل من الله سبحانه وتعالى. اي نعمه تجيلي لازم قلبي يستشعر كده ان دي مش بشطارتي، انما اوتيته على علم عندي، ده انا دماغي متكلفه، لا، هذا من الله، العطاء من الله. فالقلب يستشعر هذا. تاني حاجة شكر اللسان، ان انا اذكر الامر ده امام الناس. الحمد لله ربنا اكرمني واعطاني كذا، ربنا انعم علي وجالي فلوس زيادة، ربنا بفضله نجحت. يعني انسب الفضل اللي جالي ليه هو سبحانه وتعالى قدام الناس، لا اذكره لنفسي ولكن اذكره قدام الناس انه فقط من الله سبحانه وتعالى. وثالث حاجة شكر الجوارح، ان انا استخدم النعمه في الامر اللي ربنا قال لي استخدمها فيه. فلو جالي مثلا مال فبقلبي استشعر هذا المال من الله، ليس بذكائي وليس بشطارتي وليس بدراستي، ثم اعلن امام الناس الحمد لله ربنا انعم علي وكسبت كذا، ربنا تفضل علي وزدت كذا، ثم استخدم المال في اوامر الله سبحانه وتعالى، في المصارف اللي ربنا قال لي اصرفها فيها. طب جالي صحه فأقول هذه الصحة فضل الله سبحانه وتعالى عليها في قلبي، مش من التمرينات اللي أنا بعملها أو مثلا من الوقاية اللي أنا عاملها، لا، ده فضل من ربنا الصحة دي. وأعلن أمام الناس كده الحمد لله ربنا مديني الصحة، الحمد لله ربنا مديني القوة، ها،
هذا فضل من الله علي، وكمان استخدم الصحة دي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ما افتريش بها على الناس مثلا، بل أعين الناس في حوائجهم، يعني استخدمها في قيام الليل، يعني استخدم النعمة في الأمر اللي ربنا قال لي استخدمها فيه. فاسمه ده شكر، ده اسمه حمد. طيب لو حصل العكس، سلب نعمة برضو ده ابتلاء، ده مش بسبب غبائي ولا مثلا عقوبة ليا ولا ربنا ما بيحبنيش أبدا، هذا ابتلاء إن ربنا ياخد مني نعمة، فلوس تضيع، عربية تتخبط، ولد لا قدر الله يعيا أو يموت، بيت يقع، أي حاجة، مصائب الدنيا يعني مليانة. إيه المقصود بالأمر ده؟ اختبار وامتحان ليك. إيه الأمر بتاعك في المقابل ده؟ الصبر. وعليكم السلام. أي سلب، أي نقص، أي سحب، فاللي عليا إيه الدين بتاعي؟ أصبر على هذا الأمر. والصبر كذلك على ثلاث أشكال نفس الترتيب. أول صبر، صبر القلب، إن أنا لا يأتي في قلبي سخط على الله بسبب ما حدث لي. القلب يغضب لما حاجة تضيع مني، فيحصل نوع من السخط. أنت فاكر شمعنا أنا؟ هو مفيش حد غيري يا رب، وفلان كذا، شمعنا أنا العيد، شمعنا ابن أنا اللي حصل له كذا، شمعنا كذا، ليه يا ربي كذا، ليه بتعمل فيا كذا؟ لا، ده انا قلبي ما يسخطش. ليه؟ هذا ابتلاء لي، هذا قدر من الله علي، والله لا يصدر منه شر، فهذا النقص خلفه خير. يعني انا ممكن يبقى قدام عيني نقص لكن هو وراه خير، بس انا مش فاهمها دلوقتي. كم واحد فاته القطر بعدين عمل حادثه؟ ربنا يحفظك يا رب. كم واحد ضاعت منه صفقه وزعلان انها ضاعت لكن اللي عملها دخل السجن؟ كتير يضيع منا اشياء واحنا نبقى غضبانين، ليه ربنا حرمني، ليه منعني، ليه خد مني؟ وبعدين بعد شويه نكتشف ان لو كنت عملتها كان هيحصل لي مشكله اكبر، كان هيحصل لي مصيبه اكبر. الايمان بقدر الله في احداثه. واحد ملك كان عنده وزير صالح، والوزير الصالح ده كان دايما على لسانه كلمة الخير فيما وقع، ما دام الشيء حدث وقع فعلا يعني تم، خلاص ده خير. ليه؟ لأنه من الله قدر، حتى لو كان شكله نقصان فهو عنده الكلمة دي، أي حاجة تحصل الخير فيما وقع، هل حصل خير. ففي مرة الملك قاعد وبعدين معاه الوزراء وكده بيأكلوا، فهو الملك ماسك تفاحة وبيقطعها بالسكينة وهو بيتكلم، ما خدش باله بالسكينة طيارت صباعه، فصباع الملك اتقطع دم، فكلهم انزعجوا وتحركوا، لكن الوزير قال ايه؟ الخير فيما وقع يا مولانا. قال له خير فيما وقع، صباعي اتقطع يبقى خير؟ ازاي الكلام ده؟ انت وزير يعني بتتشفع فيا؟ يعني انت ازاي تقول عليا كده؟ خد الوزير ده حطوه في السجن. هذا الوزير خير فرحان لان صباعه اتقطع، خدوه حطوه في السجن. واصبح الملك في ايده اليسرى باربع اصابع بس، اسبوع شهر اعتاد خلاص بقى باربع اصابع، ولكن ركب الحصان بتاعه بيتفسح في المملكه بتاعته، فالحصان جمح قاعد يجري 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 لغايه ما طلع بره المملكه، وراح عند قبيله بياكلوا البشر، بياكلوا البني ادم، فلما لقوه مسكوه حطوه على الشوايه زي ما بيقولوا هيشوه، ولكن واحد قال لهم لا استنوا، ده لابس لبس غالي قوي، ده ذهب والمظات واللبس بتاعه غالي، فده ما ياكلوش الا رئيس القبيله، فنجيب رئيس القبيله الاول. فلما جه رئيس القبيله عشان يشوف الضحيه الجديده فبيقلب فيه لقى اصبعه ناقص، قال لا انا ما اكلش حاجه ناقصه، رجعوه سيبوه. فاصبعه عمل ايه؟ انقذه من انه يموت. فتنبه كلام الوزير صح، رجع جري على السجن، طلع الوزير كلامك طلع مظبوط، صباعي ده انقذني من الموت، حصل كذا كذا، ولولا صباعي كان زماني دلوقتي ميت، انت كلامك مظبوط، وانت اتعذبت بسببي ودخلت السجن، سامحني، السجن عذاب سامحني. قال له يا مولانا الخير فيما وقع. قال له انت هتقول السجن كمان خير؟ يعني دخولك السجن كمان خير؟ قال له نعم يا مولانا، لما كنتش انا في السجن كنت هبقى معاك في الرحله دي، انت ما نفعتش هنعمله ايه؟
خلوا كلمة. قلت أشوف حبيب النهارده. فالواحد لما يشوف آيات ربنا في الكون وحركاته ما يستعجبش، نقصت حاجة اوعى تزعل، لأن النقص ده وراه خير. ربنا منع منك حاجة لكن أكيد عشان يحميك من حاجة أو عشان يديلك حاجة أحسن. فصبر بالقلب إن ما يجيش في قلب سخط، ليه يا رب عملت فيا كده؟ اشمعنى انا يا رب؟ ده انت كل شويه تعمل كذا يا رب ليه يا رب؟ لا، بل اصبر واقبل بقلبي الاول. اصبر كمان صبر اللسان، ان انا لا يلفظ من لساني كلام يعني يكون مفاده الحكايه دي، زي ما قلنا كده ليه يا رب عملت فيا كده؟ ها، ما فيش غيري ورب يا رب، ليه يا رب خدت الواد، ليه يا رب عملت كده؟ مره واحد أسأل الله العافية، هذه واقعة أنا شاهدتها يعني، راجل أعمال في مصر رحمه الله ربنا يرحمه رحمه الله، أسأل الله يكون عفا عنه يعني. كان عامل مزرعة في طريق الإسماعيلية، مزرعة كبيرة قوي، مش عارف أظن مش فاكر إيه اللي كان زرعه يعني، وصرف عليها كتير جدا جدا جدا. وبعدين قدر ربنا كان جه وقت كده جات ريح جامدة قوي في مصر، كانت شكلها يعني تخلع كل حاجة يعني. فنسأل الله العافية خلعت له كل الزرع، بوظت له كل الأرض. فكلموه في التليفون، جه جري بالعربية بتاعته، نزل الأرض وقف وسط أرضه كده، شاف المنظر ما استحملش والعياذ بالله. قال له عاجبك كده؟ عاجبك اللي أنت عملته؟ تعمل فيا كده؟ فلوسي كلها ضاعت، انزل شوف أنت عملت إيه. قال الكلمة دي ومات. فاللي كانوا واقفين في المشهد قالوا والله كأننا سمعنا، كأننا سمعنا الله بيقولوا لا اطلع لي انت. فسخطوا وعدم قبوله للأمر خلاه والعياذ بالله يتجرأ فيه. فالألفاظ باللسان لا تدل على عدم الرضا عن الحادث ده. فإذا حصل لي نقص في أي حاجة، إنا لله وإنا إليه راجعون. لسه من يومين واحد من الأحباب في دمياط جالنا خبر، ولاده الأربعة غرقوا وما عندوش غيرهم، أربعة من الأولاد، متفاوت، أكبر واحدة 13 سنة، تخيلوا المصاب ده يعني. لكن الأحباب لما زاروه، الله أكبر على الصبر، الله أكبر على الاحتساب، متماسك محتسب، لسانه ما لفظش بكلمة غلط، الحمد لله الحمد لله. يعني لا نظهر باللسان حتى وكان في القلب حزن على هذا النقص، لكن لا نظهره. هذا من علامات الصبر، من النجاح في الامتحان. قال يا امرأة اتق الله واصبري، لما لها بتعيط على الخبر، اتق الله واصبري، إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الامتحان لازم ننجح فيه من الأول، الامتحان. فلا نشتكي الله للناس. كل واحد مثلا جاله مرض، كل ما يقابل واحد يحكي له، لا اسكت، مش جالي الكبد وحصل لي وكلى وحصل لي، تحكي له ليه؟ هو ده دكتور يعني؟ العلماء قالوا نحكي الحال النقص لاهله، يعني حصل لي مشكله مثلا اروح مثلا للقاضي احكي له، مع واحد مرض اروح للطبيب واحكي له، انما كل واحد قابله احكي له مشكلتي، فكأني بأعلن أنا مش موافق على اللي حصل لي، فأنا بفضفض يعني، لا أبدا، حاضر حاضر يا رب، نعم يا رب. القصة المشهورة في السيرة، الراجل اللي كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الفجر وينصرف بالسرعة ما يقعدش الإشراق، فالصحابة لاحظوا قالوا كده، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فلان كذا كذا الوضع كذا، فالنبي قال طيب احبسوه غدا، احبسوه. فالصبح ثاني يوم مسكوه، انت ما بتقعدش معانا ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيساله يعني، ما بتقعدش معانا ليه؟ سكت. فالنبي قال له قول لي في ايه؟ قال له الحقيقه انا ومراتي ما عندناش الا جلابيه واحده، حال فقر، فانا بلبس الجلابيه اجي اصلي بيها والحق بسرعه ارجع قبل الاشراق ما يطلع عشان مراتي تلبسها وتصلي بيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن له أن ينصرف بعد الصلاة ولا يجلس معه. لكن في اليوم ده لما حصل القعدة دي هو اتأخر على زوجته، فلما رجع البيت زوجته تسأله إيه اللي أخرك؟ فقال لها يا
يعني النبي صلى الله عليه وسلم استوقفني، قالت لي لا سألني انت ليه تمشي وكذا. قالت له قلت له ايه؟ قال لها قلت له الحقيقة، قلت له احنا فقراء وبيحصل كذا، ما عنديش انا ومراتي، وحكيت له الموضوع. قالت له يا رجل اتشتكي الله لرسول الله؟ ده ربنا مقدر علينا، ايه اللي خلاك تقول له؟ ليه تشتكي؟ يعني ما نشتكيش الحال للناس، بل نصبر ونقبل. حاضر يا رب، هذا نجحنا في الابتلاء اللي اسمه نقص النعمه. صبر الشكل الثالث الجوارح، ان انا اصبر الجوارح. يعني ايه؟ ساعات اتصرف اروح بايدي عامل حاجه، برجلي شايط حاجه، خبط على الباب بطريقه، رازع الباب، ما ده كلها علامات عدم الرضا. يعني ممكن ما اقولش صحيح، لكن بايديا مثلا رحت رازع الباب جامد، او رحت مثلا برجلي شايط حاجه في الطريق، ما دي علامه ان انا مش موافق، اهو اتصرف تصرفات معترض يعني، والعياذ بالله. ثالث حاجه، لو الانسان بسبب ضعفه وقع في معصيه، فدي كذلك ابتلاء واختبار لينا، لان احنا ضعفاء. ان ربنا يحب الاوابين، لو احنا ما بنذنبش ربنا هيمشينا ويجيب ناس تانية تذنب عشان يستغفروا ويتوب علينا. فاللي فاهم ان هو مش هيعصي ربنا واهم، لازم هيقع في المعصية، نسأل الله تكون صغيرة يعني، لكن وارد ان احنا بسبب ضعفنا نقع. طب ايه الحل لو حصل كده؟ نفس الحكاية، التوبة. ولكن التوبة بثلاث اشكال، نفس الاشكال. توبة القلب، وهي أن يأتي في قلوبنا الندم على الفعل اللي احنا فعلناه. يعني يحصل في قلبي وجع، أنا إيه اللي عملته ده؟ ليه عملت كده؟ إيه اللي خلاني أعمل كده؟ يعني قلبي يوجعني ويندم على اللي أنا عملته ده. ليه عصيت ربنا في الموضوع؟ ليه ما استحملتش؟ ليه ما مسكتش نفسي؟ ليه يعني أبدأ مع قلبي وأنب نفسي حتى قلبي يعني يندم ويحزن لقيام الفعل. قالوا في المثال المشايخ في الامر ده، زي الراجل اللي ماشي صياد ومعاه ابنه بيصطاد ارنب، بيصطاد غزاله، بيصطاد اي حاجه في الغابه، والولد ابنه بيروح بعد ما يصطادها يروح يجيبها له، وبعدين في مره شاف خيال راح ضارب، راح لقى ابنه هو اللي اتضرب، فكم ندمه على اطلاق الرصاصه دي، يا ريتني ما ضربتها، يا ريتني خدت بالي، بيقعد يأنب ليه؟ فأنا لما أقوم بمعصية غصب عني لأني ضعيف، فأؤنب نفسي. ها، توبة القلب الأول، قلبي يوجعني وعاتب وراجع ليه وأدوس عليها. وبعدين الشكل الثاني توبة اللسان، وهي التوبة المعهودة في الأذكار، يعني استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، أقعد في الاستغفار 100 مرة، 200 مرة، 300 مرة. ها، دعاء سيد الاستغفار، يعني استخدم الدعاء بلساني للاستغفار. والشيء الثالث اللي هو توبة الجوارح، اللي هي ايه؟ ان اول لا قدر الله ما اعفى معصية، على طول اعمل بعدها طاعة مباشرة. انا ضعيف وقعت في معصية، طب اعمل ايه؟ بسرعة اعمل طاعة، لان ان الحسنات يذهبنا على طول. يجي الشيطان يقول لك معقولة انت كنت من المجال الفلاني وبعدين تروح تصلي، بقى انت كنت بتعمل كذا وبعدين تقرا قران، بقى فيأسك ان انت تتبع السيئه الحسنه تمحوها، مع ان الاصل كده. لا قدر الله لو وقعت في معصيه بالسرعه اجري على الجامع، على جماعه قاعده مثلا، اروح على المصحف وافتحه واقرا، اقوم اصلي، يعني بعد المعصيه اعمل طاعه، لان ربنا يمحق بهذه اوبه، ارجع بسرعه. ها، فكده انجح. فأحبابنا الكرام، نحن في الدنيا معرضون للاختبار والابتلاء، وكلها أسئلة. طول ما أنت ماشي بتتسأل، خدت فلوس بتتسأل، سحبت منك بتتسأل، خدت صحة بتتسأل، جالك مرض سحبت الصحة بتتسأل، كلها أسئلة وعايزة إجابات. الناصح اللي يتنبه اللي جاله دي إيه؟ نعمة. طيب يبقى الوضع كذا، بقلبي كذا، بلساني كذا، بجوارحي كذا. طب بتستخد مني حاجة؟ عايزة الصبر كذا وكذا وكذا، والعياذ بالله رجلي وقعت في عايز التوبه بكذا وكذا وكذا. يعني ابقى متنبي لاني ماشي اجاوب على الاسئله وانا ماشي، وما اتمناش من قلبي بلاء غيري. يعني ربنا مثلا اداني بلاء الفقر مثلا، ما اقولش يا رب طب ابتليني بالغنى كده وانا هعرف اتصرف. لا، ما تعرفش، جايز ابتلاء الغنى تسقط فيه، جايز لما يجي لك الغنى تفتري تصرف في حاجات معصيه، والعياذ بالله. او العكس، مثلا الاغاني يقول يا رب فقرني وشوف حصبر ولا لا، جايز ما تصبرش، جايز ما تستحملش،
يعني ما حدش يتمنى من غيره يبص يا شو الراجل ده انا فقير وهو طب رب بس اديني العربيه ودي واشوف انا هشكرك ازاي. لا ما تعرفش جايز ما تشكرش. يعني الواحد مننا ما يتمناش امتحان غيره. كل واحد ليه امتحانه وصرفيته، كل واحد عنده امتحانه هو. وممكن يجي لك الامتحانات كلها، ممكن طول عمرك امتحان واحد. واحد طول عمره فقير بيحاول ابدا فقير برضه، ليه امتحانك هنا. واحد تاني ولا عايز طول عمره معاصي ويتوب، معاصي ويتوب، معاصي ويتوب، امتحانك هنا. فمقصود الكلام ان احنا في الدنيا مختبرين ومبتلين. طيب الانسان عشان يقوم باللي انا قلته ده بالاجابة الصحيحة دي، عشان يقوم بالاجابة الصحيحة دي، فالامر محتاج ايمان قوي، يعني محتاج معرفة ربنا واستشعار قدرته وعظمته في قلبي عشان انفذ اللي انا بقوله ده. لما اقول مثلا اصبر على المصيبة مش سهلة، او استخدم النعمة في مكانها مش سهلة، لان النفس بتحاربني في الموضوع ده، الشيطان بيحاربني في الموضوع ده، الدنيا نفسها متزينه هذه بالموضوع ده. فانا مش اللي بنقوله ده ما هو سهل، عايز قبليه تحضير، عايز ايه؟ عايز تكوين ايماني. لو ناخد بالنا من الاوامر لما نزلت ما كانش في اوامر في البدايه، ليه؟ كان لسه الصحابه في البدايه ما يقدروش يقوموا بالاوامر. السيده عائشه تقول كده لو حرمت الخمر في اول الامر ما دخل الاسلام احد. صعبه انهم مش بس كانوا بيشربوا الخمره، ده كانوا تجار خمره كمان. يعني واحد عنده مثلا مخزن فيه مثلا بلغتنا احنا بعشرة مليون جنيه خمرة مثلا، وفجأة كده تقول له دي حرام عشان يرميها، مش هرميها طبعا، مش هدخل الاسلام بتاعكم ده. لكن لازم الاول يوصل ايمانه لدرجة لما اجي اقول له ان هي حرام يروح فاتح الباب ومكسر ويمشي في المدينة نار، لانه خلاص مصدق ان قوة يعني امتثاله للاوامر احسن وانفع من نوافع الحاجة اللي عنده. لما نزل تحريم او آية النقاب، يعني المرأة قعدت مكانها ما تحركتش خطوة بدون النقاب. ليه؟ الإيمان وصل لدرجة تطبيق الأمر ده. النهارده لما أجي أقول للبنت حتى مثلا اتأخرت بره البيت مثلا ولا بتلبس حاجة ويكلمها تقول لي اقنعني اثبت لي، الإيمان نفسه مش واصل لما أقول لها أمر تنفذه. ده لازم الأول تهيأ، لازم الأول نديهم الإيمان وبعدين أقول لها الأوامر، أدي لابني الإيمان وبعدين أقول له الأوامر. فجهدنا في الخروج والحركة لتحصيل الإيمان. ليه؟ عشان نعيش في حياتنا بالترتيب ده. الصحابة وصلوا لمرحلة إن كل حياتهم ناجحة رضي الله عنهم. ليه ناجحين؟ ليه؟ خلاص بقوا بيجاوبوا على الأسئلة كلها صح. أي حاجة جاية لهم بيجاوبوا عليها صح. ليه؟ ويتحملوا ويعني اجتهدوا جهد تحصيل الإيمان لغاية الإيمان معلي جدا. قالوا الإيمان في قلوبهم كالجبال، ممكن يهزر وممكن يضحك كل حاجة، لكن الإيمان في قلبه مثل الجبال. فلما يجي الأحوال عليه سواء بسط سحب أي حاجة بالسرعة الإجابة صحيحة. علشان كده المشايخ قالوا لتحصيل الإيمان في قلوبنا في ثلاث حاجات أو ثلاث حاجات أعملها. أول حاجة أن أنا لازم أتكلم في الغيبيات كتير وأسمع فيها كتير، يعني يحصل رد هات وخد في ودني وقلبي. لازم عن طريق الودن اسمع كل اللي انا مش شايفه، لان الغيبيات يعني الحاجات اللي انا مش شايفها ربنا اولهم سبحانه وتعالى، انا مش شايفه دلوقتي. فلازم اسمع عن ربنا كتير قوي في قدرته وعظمته. لو خدتوا بالكم من القران هتلاقوا الايات اللي بتقول لنا على مثلا الشرع وكده قليله قوي. الصلاه مثلا كم ايه فيها، الصيام كم آية، الحج كم آية، التعليم كلها كده جاية إيه، والتفاسير بقى والتفاصيل بعدين العلماء يطلعوها لكم. إنما الكلام عن قدرة ربنا وعظمة ربنا زي القرآن كله مليان الحكاية دي. مقصود إن ربنا بيحكي لنا في القرآن عن نفسه كتير، ويقدر يعمل ويخلي الصخرة تطلع ناقة، خلى العجوز يخلف، خلى العصاية تبقى حية، خلى النار ما تحرقش، خلى عمال يقول لك ليه. هذا كلام الإيمان عشان اسمعه. وبعدين احنا مأمورين بقراءة القرآن كتير، ليه؟ عشان اسمع الكلام ده كتير. وبعدين اطلعه كتير، اطلعه كتير، فيبقى اسمع واقول، اسمع واقول. عاملة سامحوني زي الدورة دي زي دورة الغسالة، اما الغسالة تلف كده
فبتغسل الهدوم الحكايه دي لما اسمع اطلع فالقلب بتاعتي يتغسل، لان كلام الايمان اللي هو في الغيبيات ده يطلع الشرك من القلب يطرده. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من ايه اللي جاب المشركين الى علاقه الاشراك، لان الدعوه تطهر الشرك. من غير الدعوه الاسباب حواليا تدخل في قلبي بسهوله، وانا في وسط الاسباب ده انا منقوع فيها، كل حياتي وسط الاسباب. فكلام الايمان كلام الغيب يطهر قلبي من الاعتماد على الاسباب مع التمسك بيها واستخدامها، لان هو الابتلاء هنا. خدوا بالكم اليقين مش ان انا اسيب السبب. لو انا سبت السبب وربنا مثلا رزقني من غير دكان، طب ما هو يعني ايه المشكله ان ربنا رازق؟ ما هو رازق فعلا، ما هو مفيش مشكله، مفيش دكان موجود وربنا بيبعت لي الرزق على طول مثلا من السبب ينزل لي مائده. وبعدين واحد يقول لك ربنا رازق، اه طبعا رازق، هو في حاجه غير كده ظهرت؟ لكن لما تخش الدكان وتشوف الفلوس رايحه جايه والبضاعه رايحه جايه وبتاع، واجي اقول لك بقى ده ربنا رازق، يعني بقول لك كذب اللي انت فيه. هو ده الايمان، هو ده اليقين، ان يبقى في حاجه بتقول لك غير كده وانت تكذبها وتصدق ربنا. ها لو واحد مثلا جاله مرض والعياذ بالله، وبعدين مثلا قال يا رب انا عايز اخف، فربنا راح مخففه. طب ربنا شافي صحيح، هو ايه في المشكله اللي حصلت؟ انما اجي اقول له ده في طبيب يكشف عليك وفي دواء تاخده وفي عمليه تعملها وفي بقى له ربنا شافي، يقول الله ما انا الحاجات دي باخدها. اه لك هو ده الامتحان، انك تستخدم السبب وبعدين تكفر بفعله مش هو. لكن لو سبت السبب فاصلا الفعل هو ربنا مباشر، خلاص مفيش سبب اصلا. فعشان كده تمرنا في اليقين ان انا اسمع كتير في الغيبيات عن الملائكه مثلا. ها لازم اسمع عنهم، ايه الملائكه دي مخلوقه من ايه، بتعمل ايه، مين هم، ايه الادوار. عندي ملاكين على كتافي دلوقتي، ها لازم اسمع عن الكلام ده واقوله عشان اصدق ان انا في اي مجلس عندي واحد بيكتب حسنات واحد بيكتب سيئات. لازم ابقى مستشعر كاني حاسس بيهم وهم قاعدين على كتفي، يعني اصل لمرحله ان انا متهيأ لي ان هم فعلا لازقين فيا، يعني احس لحد حاطط ايده على كتفي. سيدنا علي يقول كده، يقول والله لو كشف الحجب ما ازددت ايمانا، من قوه الايمان خلاص انا مش يعني مصدق. فالصحابه استخدموا قدره الله الغيبيه عمليا في حياتهم. ليه؟ وصلوا للمرحله دي خلاص الايمان بقى واضح. غيبيات ايه ملائكه فين؟ حد شايف حاجه؟ لكن لما اسمع عنهم كتير، خدوا بالكم السمع كتير بالذات الغيبيات يجي بالتصديق. دون مثال زمان الكهرباء، الكهرباء اللي بشغال المراوح دي والتكييفات والإنارة، محدش شافها، يعني معرفش اشوفها ولا اعرف امسكها حتى، شكلها ايه، لونها ايه، طويلة تخينة رفيعة مبططة، مش عارف. طب ليه في يقين ان في حاجة اسمها كهرباء؟ لو خدتوا بالكم الولد اللي بيحبه في البيت الصغير يروح على الفيشة ويحط صباعه، صح؟ ليه؟ ما عندوش معلومة ان في هنا حاجة اسمها كهرباء وخطر بسمها. لكن يبدأ يسمع، اوعى تحط ايدك لحسن تتكهرب، ده الكهرباء دخلت القرية الفلانية وولعت فيها النور، ده الكهرباء قطعت فالتلاجة وقفت، ده الكهرباء عملت ماس فمش عارف المصنع اتحرق، ده الكهرباء دورت الموتور فمش عارف المية طلعت. يعني ما يسمع ان في حاجة اسمها كهرباء وبتعمل كهرباء وبتعمل كهرباء وبتعمل، فيجي يبص بعينه وبعقله يفكر الله ده الزرار ده بدوس عليه البروحه تلف، والزرار ده دوس عليه اللمبه تنور، ده فعلا في حاجه اسمها كهرباء مع انه ما شافهاش. لما يكبر بقى اقول له امسك السلك عرياني، يقول لك لا كهرباء، انت شايف حاجه؟ يقول لك لا ده انا سمعت والموضوع بقى عندي بعقلي وفكري لغايه ما بقى يقين في حاجه اسمها كهرباء، الحاجات دي بتدور ازاي. فلما امشي في الكون واسمع ان ربنا هو اللي خلق الشجره دي، وربنا هو اللي خلق السما دي، وهو اللي خلق القمر دي، وانا عمال اشوف اه صحيح، عمال اسمع قدامي عقلي بيقول لي اه ايات موجوده. ها مشكله اهل النار ايه يوم القيامه؟ نسال الله العافيه. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب الصحيح، ما كناش بنسمع ولا بنفكر في الحكايه دي خالص. ما انا مؤاخذه عايشين كده او زي البهايم وخلاص ما بنفكرش في حاجه. لا ده انا اسمع وافكر بعقلي، ايه ده ازاي دي بتلف، ازاي السماء دي واقفه كده، ازاي الارض اللي طلعت الزرعه دي الوان مختلفه واشكال مختلفه واطعمه مختلفه واحجام مختلفه
وبعدين ده فيها أدوية كمان، يقول لك فيتامين سي في الأكلة دي وفيتامين جيم في الأكلة دي والحديد في الأكلة دي، إيه ده، ده دواء كمان. طب ما هو مين اللي عمل ده كله؟ من الناس بقى بسمع ربنا يقول لي أنا اللي عملت. ها أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه؟ ربنا يقول لك أنا اللي بزرع. وبعدين أبص صحيح هو مين عمل ده؟ يعني السمع وبعدين عقلي يشتغل. فلما أقول الدورة دي تحصل على قلبي فتطهر الشرك، تطلع يقين الأسباب من القلب، فالإيمان يزيد. فأول حاجة نسمع، ثاني حاجة نتكلم، ثالث حاجة ندعي ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقنا، لأن كله بتوفيقه. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه النبي كان يدعي يقول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يعني دعاء ليه؟ أنا محتاج أن ربنا يرزقني حقيقة الإيمان. ها؟ فأنا محتاج الأمر ده. عشان كده وأنا خارج متمرع عليه كتير، دعوة انفرادية، دعوة عمومية، دعوة خصوصية، بتكلم عن ربنا، أتكلم عن ربنا كتير، وبعدين غيري بيتكلم قدامي فبسمع منه. ها؟ وطبعا في الدعاء وبكاء الليل وقيام الليل بدعي ربنا، يا رب ارزقني هذا الأمر، يا رب ارزقني هذا الأمر. فبالطريقة دي أتحصل على الإيمان، ولما أتحصل على الإيمان يبقى الإجابات سهلة، قدر ربنا خلاص. لأن من الإيمانيات الستة الإيمان بالقدر خيره وشره. ها؟ نؤمن بالله كده وملائكتي، فلازم نسمع عن ربنا ونتكلم عنه. ملائكتي، لازم نسمع عن الملائكة ونتكلم عنها. وكتبه، يبقى لازم نقرأ المصحف كويس ونعرف كمان إيه اللي نزل قبل المصحف، ها، ونتكلم عنه. ها؟ ورسله، لازم يبقى قلبي مصدق إن كل اللي ربنا قال عليهم دول أنبياء ورسل. ها؟ المشكلة بتاعت النصارى إيه؟ إن هو وقف مصدق لغاية عيسى وقف، قال لا اللي بعد كده مش موجود، مش صح. مشكلته وقف، ووقفته دي ضيعت منه الموضوع كله. لازم أصدق بكله، لا نفرق بين أحد من الرسل، من رسله. ها؟ فإحنا رسل لازم أصدق، وأصدق إن النبي صلى الله عليه وسلم جاي عند ربنا وإن كلامه ده مبعوث بيه وإن كلامه صح، وثقتي في كلامه تخليني ما أشكش فيه. يعني تصديقي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم يصل لمرحلة العقيدة، مش بس إن هي سنة وخلاص، لا، لأنه مبعوث، وإلا إيماني بيك رسول إزاي؟ سيدنا علي لما جه النبي صلى الله عليه وسلم يعمل الهجرة، لما جه أمر الهجرة ليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أمانات وأوراق بتوع ناس شايلينها عنده. طب هيمشي، جه الأمر امشي دلوقتي، طب هيمشي واسيب الحاجة دي؟ طب قال يا علي تعالى، سيدنا علي قال له نام مكاني هنا، والصبح خدوا بالكم من الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الصبح ترجع الأمانات للناس وتلحقنا بالمدينة. خدوا بالكم من الكلمة دي، توزع وإيه، وتجيلنا المدينة تلحق بينا. في الوقت ده كان واقف بره 40 مجرم كافر بسيف مسموم مستني يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو النبي مشي سيدنا علي قاعد، مين هيتقتل؟ سيدنا علي هيتقتل، دول قاعدين متأهبين مستنيين. ها؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم خرج وربنا أغشى أبصارهم وعدى من وسطهم ونفخ على وشهم التراب، وبعدين مشي راح سيدنا أبو بكر، وخد سيدنا أبو بكر وبدأت رحلة الإيه؟ الهجرة. هما بعد شوية فاقوا، الله، النبي ما خرجش لصلاة الفجر يعني، فإيه اللي حصل؟ راحوا كسرين الباب وداخلين، الفراش في واحد نايم، ارفع الفراش اضرب بالسيف، هبل علي، سيدنا علي رضي الله عنه، الله فين محمد؟ قال لا محمد خرج عليه السلام. خرج ازاي؟ خرج، سايبين سيدنا علي وجري ورا النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت القصه بقى، المطارده اللي حصلت. سيدنا علي ثاني يوم وزع الامانات وراح المدينه لاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدها يعني. فلما وصل المدينه قابلوه طبعا بحفاوه والصحابه عبد الله على السلامه، وقعد فبيقول له احكي لنا يا علي، صف لنا هذه الليله كيف نمت؟ واحد نايم في فراش وفي 40 سيف بره هيخشوا في اي لحظه يقتلوه، فبيقولوا له اوصف لنا قضيت الليله دي ازاي. ولكن هو قال كلام عجيب، قال ايه؟ قال والله ما نمت اعمق من هذه الليله. عجيب. ورحت في النوم قوي قوي قوي، وخدت راحتي في النوم قوي عمق. غريبه ازاي يا عم؟ مش واخدين بالكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له ايه؟ ودي الامانات وايه؟ وتعالى لنا، ما فيش ملك الموت مش هيجي ابدا، مش هيحصل، لان كلام النبي لا يمكن يكون غلط. شوف الثقه في الكلام، ما هو كلام النبي ان انت هتيجي، لكن قدام 40 سيف،
ما انا عيني شايفه غير اللي سامعه. حاجه ازاي هعدي ازاي من دول؟ ده كل واحد لو بس زقني بضعها خلاص هيقض عليا. لكن النبي قال صلى الله عليه وسلم هتيجي يبقى حاجي خلاص، الغي كل اللي انا شايفه ده قدام الخبر ده خلاص خلصت. هو ده الايه؟ التصديق بالرسل. ها اما قال له يا ابا ذر ايه تعيش وحيدا وتموت وحيدا وتبعث وحيدا مش كده؟ ها ويصلي عليك ايه؟ ها في طائفه ولا ايه؟ عصبه من المؤمنين. فلما كان ساكن بعيد هو بره المدينه مع مراته، اما جه الامر قال لها ايه؟ اعملي اكل. قعد لوحده هو ومراته في البيت وبعدين في الصحراء. قال لها اعملي اكل، في ضيوف جايين النهارده. مصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم هيحصل. قال لنا النبي قال لي كذا هيحصل كذا وانت هيصلي عليك عصبه من المؤمنين. فمراته يعني عملت الاكل يعني مش، لكن فعلا ده اللي حصل. عدت مجموعه وهو مات وهم دخلوا عليه وقالت لهم ده قال كذا كذا. ف ليه مصدق؟ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي هيحصل ده يبقى ده هيحصل. احنا ساعات يبقى عندنا والعياذ بالله ريبه، يجي امر عندنا جاي فدماغ هو ده. طب هو ده حديث ضعيف؟ حديث صحيح. طب ده مش عارف في سنن مين؟ طب ده في البخاري؟ لا يا عم انا اصلا مش عايز اصدقه. لا ما دام جاي من ناحيه النبي صلى الله عليه وسلم فلازم اصدقه، لانه مبعوث عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى. فانا عندي تمرين وانا خارج في الحكايه دي، بتمرن على الاوامر واتمرن على كلام الايمان. فمن ضمنهم زي ما قلنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وايه تاني؟ واليوم الاخر والقدر خيره وشره، مش كده؟ اليوم الاخر لازم نتكلم ونسمع فيه كتير. الموت محدش بيتكلم فيه كتير، هيقول لك عم فال الله ولا فالك يا عم ليه؟ لا اكثروا من ذكر هذه من الذات، اكثروا يعني كل شويه تتكلم عن الموت. تكلم مع اولادك، ساعات الواحد مثلا يسد ودان ابنه لما تيجي سيره الموت. لا 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 يا حبيبي ما تسمعش الكلام ده، ما تسمعش الكلام ده يعني ايه؟ لازم يعرف ان في حاجه اسمها موت. كنا خارجين سنه 2000 في الصين، فلقينا هناك حاجه غريبه جدا، مقاطعه كده فيها مسلمين، هم هناك كفار. فالمسلمين اللي هناك الحكومه هناك ادت لهم حته ارض مدافن ليهم يعني، وبيدفنوا على طريقه اللحد حرف ال يعني. فلقيناهم الجمعه الاولى من اكتوبر كل سنه يجمعوا كل المسلمين اللي في البلد يروحوا المقابر. فاحنا قدرا كنا موجودين، قالوا تعالوا معانا. فاحنا استغربنا، تروحوا تعملوا ايه؟ قالوا تعالوا معانا. فروحنا كل العواجيز والعيال الصغيره واللي بيرضع والسنتين وخمسه وعشره وعشرين، كل البلد تطلع للمقابر، المساحه بتاعت المقابر. والشباب يحفروا 100 لحد للي هيموت خلال السنه اللي جايه كلها، يهيئوا 100 لحد احتسابا اللي ايه اللي هيموت. طب السنه اللي فاتت مثلا كانوا حافرين 100 مات 60، فيكملوا ال 60 يعني يخلوها 100. ولازم الاولاد يشوفوا ده وهم واقفين ويعرفوا ان ده المكان اللي مثلا لما ابويا يموت هيجي هنا ولما جدي يموت هيجي هنا، يعني يحضروا. والستات يعملوا الشاي في الترامس وسندوتشات، يعني رحله للقبر للمقابر لرؤيه ان ده هيحصل لنا وهنموت وهيحصل وهيحصل. فاحنا نهيئ نفسنا للامر ده، لان احنا لو ما حطناش ده قدامنا الامل اللي عندنا يطول، والامل لو طال تبقى مشكله. بيقول له يا ابا بكر، بيقول له يا عمر الاول سيدنا عمر نفسه، متى تنتظر الموت؟ قال والله يا رسول الله اذا اصبحت لا انتظر المساء، واذا امسيت لا انتظر الصباح. عندي انا مش هكمل اليوم يعني. بعدين نظر لسيدنا ابو بكر قال وانت يا ابو بكر؟ قال والله يا رسول الله اذا خرج مني النفس لا اضمن عودته، واذا رجع لا اضمن خروجه. فالناس انبسط سيدنا عمر، قال يا عمر انك يعني ذو امل بعيد، استنى لغايه بالليل انت يعني. فلازم يبقى قدامي الاخره، الكتاب، الصراط، الميزان، الحاجات دي لازم اسمع فيها كتير واقولها كتير واحكيها لمراتي ولاولادي، اتكلم في الحاجات دي لان دي غيبيات. فالكلام في الغيبيات يزود الايمان، ولما الايمان يزيد يبقى الاجابه على الاسئله سهله. اي حاجه تحصل لي خلاص اعرف اتصرف بقلبي ولساني وجوارحي. الاوامر تبقى سهله قوي على اللي عنده ايمان، وصعبه قوي قوي على اللي ما عندوش ايمان. فننظر في حياتنا لو في اوامر مش موجوده اعرف ان الايمان ناقص في الحته دي.
بصلي والوقت بوقته في المسجد وتكبيرة الإحرام والفجر حاضر وكله، لكن مثلا عند البيع والشراء مش قادر أزبطها، يبقى عايز الإيمان يعلى للحتة دي، عايز أزوده للموضوع ده. طب في البيع والشراء قدرت وبقيت حقاني وبتاع، لكن عند الميراث مش عايز أدي إخوات البنات، يبقى عايز زيادة في الإيمان للحتة دي. يعني أبحث في حياتي الأوامر اللي ناقصة فين وأروح مزود لها، لأنها لازم أروح بدين كامل. ها؟ مستعدين إن شاء الله؟ وجب؟ طيب ننوي إن شاء الله الخير ولعل الله يرزقنا الحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، وهب المسيئين منا المحسنين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، أمين. سبحانك اللهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله